ولنقاش التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني على غزة والقدس وسط الفيتو الأمريكي على جلسات مجلس الأمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا بي. كيف يفسر إصرار الجانب الأمريكي على عرقلة إصدار مجلس الأمن لأي بيان إدانة للعدوان الصهيوني على غزة والقدس؟ يعني هذا يمثل تعبير حقيقي لموقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة. الكل كان يتجه دائما للحديث عن ترامب، لا، هو هناك موقف أزلي استراتيجي مركزي للإدارات الأمريكية المتعاقبة، كلهم يختلفون إلا على إسرائيل، وبالتالي هذا الموقف يأتي بانحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك يعطي فرصة بالمناسبة لاستمرار العدو الإسرائيلي في تكثيف هجماته واستهداف قطاع غزة. وفي نهاية المطاف حينما نتحدث عن استهداف غزة، لا يوجد أي استهداف سوى للمدنيين وكذلك للنساء والشيوخ، يعني لا يوجد أهداف عسكرية للاحتلال الإسرائيلي سوى هذه الأهداف، الأبراج السكنية ومن ثم النساء والشيوخ. لكن الإدارة الأمريكية لا تستطيع في نهاية المطاف إلا أن تستخدم الفيتو في هذه المرة وفي كل مرة أمام أي محاولة سواء كانت فلسطينية أو حتى عربية لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة أو على الأراضي الفلسطينية، أو على أقل تقدير فيما يتعلق بعرب 48 أو ما يتعلق بحي الشيخ جراح أو ما يتعلق بمحاولات تهويد المسجد الأقصى. نعم. وحتى هناك إجماع دولي وكذلك أوروبي وعربي على مسألة البناء في المستوطنات، حتى هذا مرفوض بالنسبة للإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالبناء، يعني حتى هذا يتم استخدام الفيتو من قبل الإدارة الأمريكية لوقف أي محاولة لعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالبناء حتى داخل مناطق الضفة الغربية التي عليها إجماع من أنها للحل النهائي فيما يتعلق بهذه الجزئية. سيد حبيب، كيف يمكن تقييم موقف الشعوب على الصعيدين العربي والدولي من القضية الفلسطينية لا سيما في الأردن؟ يعني حقيقة الشعوب العربية والإسلامية وكذلك أحرار العالم يعني يتضامنون إلى حد كبير مع ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية. في الأردن لا يعتبرون أن ما يقومون به هو محاولة للتضامن، هم يقولون من أن الأردن وكذلك فلسطين وحدة واحدة، وبالتالي نحن في مركب واحد لمواجهة المشروع الصهيوني، سيما أن ما يتم داخل المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح الذي فجر هذا الصراع الأخير هو استهداف للأردن. الأردن مسؤول عما يجري داخل القدس المحتلة وتحديدا داخل حي الشيخ جراح، الأردن هو الذي أسكن المقدسيين في حي الشيخ جراح، وبالتالي حتى رد المقاومة فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ على حي الشيخ جراح هو نصرة للأردن، يعني هو في نهاية المطاف نصرة للفلسطينيين ونصرة للمقدسيين وكذلك نصرة للأردن وموقف الأردن. الأردن حاول عبر الأمم المتحدة أكثر من مرة بوقف هذه الممارسات إلا أن ذلك لم يلقى لا رواجا ولا صدى. أما فيما يتعلق بالمواقف الشعبية، المواقف الشعبية متصاعدة مع ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية. في حال تصاعدت الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية، أولا إن لجهة ارتكاب العدو الصهيوني مزيدا من المجازر داخل قطاع غزة، فإن هذا يعطي زخما لهذه الفعاليات، أو لجهة انطلاق صواريخ المقاومة أو إبداعات المقاومة على اختلاف أنواعها وإشكالها، هذا أيضا يعطي زخما أكبر لكذلك للاحتجاجات سواء داخل الأردن أو في غيرها من الدول العربية والإسلامية، مع وجود تباين في المواقف ما بين الشعبي والرسمي سواء في الأردن أو في عدد من الدول العربية. حتى بالمناسبة في أوروبا الشعوب تخرج في بريطانيا على سبيل المثال وترفض موقف الحكومة البريطانية أو موقف الحكومة الفرنسية التي منعت الاحتجاجات مما يجري من مجازر داخل قطاع غزة. أريد أقول في الأردن أنه نتيجة ما يحصل داخل فلسطين من تحول استراتيجي، أولا لجهة إطلاق صواريخ المقاومة شمالا وجنوبا طولا وعرضا داخل الأراضي المحتلة عام 48، فالأردنيون اعتبروا أن ما يجري هذا التحول الاستراتيجي يجب أن يكون هناك مقابله تفاعل استراتيجي، وما كان مسموحا يوم أمس لم يعد مقبولا اليوم، بمعنى التوجه نحو السفارة كان
هدف بالنسبة للأردنيين وتعبير عما يحصل داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي رفض وجود هذه السفارة. هذا تجاوزوه وبالتالي اتجهوا نحو الحدود. الأردن وفلسطين أطول خط حدودي أكثر من 500 كيلو أو ما يقرب من 500 كيلو، توجهوا نحو الحدود. واليوم تم الإفراج عن أردنيين دخلا يوم أمس يحملان أسلحة بيضاء بحسب المزاعم الصهيونية، ودخلا إلى داخل الأراضي المحتلة لتنفيذ عملية. في كل يوم هناك حالة اشتباك فيما يتعلق بالحال. نتحدث، نبقى في الحديث عن هذا الدعم الذي لم يكن فقط عربيا، سواء في أوروبا أو في الأمريكيتين الشمالية واللاتينية. إلى أي مدى أصبحت القضية الفلسطينية اليوم قضية عدالة إنسانية تطالب بها الشعوب الحكومات المتقاعسة؟ يعني هذا ليس من اليوم. أنت تحدثت عن الأمريكيتين، وهناك عدد كبير من الجاليات الفلسطينية لا سيما في تشيلي موجودون في هذه في هاتين القارتين، وبالتالي هناك زخم جماهيري شعبي يقوده هؤلاء اللاجئون، فضلا عن تمسك اصلا اصحاب الارض هناك المواطنين الاصليين بالقضيه الفلسطينيه على اساس انه الاحتلال الاسرائيلي هو اخر احتلال على وجه الارض، وبالتالي هذا الاحتلال مرفوض رفضا قاطعا. ترجم ذلك من خلال كم هائل من الفعاليات التي تخرج في كل مكان. القضية الفلسطينية بل القدس والمسجد الأقصى هي الدينامو الذي يحرك الشعوب والعالم، سواء كانت هذه الشعوب عربية أو إسلامية أو من أحرار العالم. نجد هذه الفعاليات تتحرك بمعزوفة واحدة بنغم واحد من أقصى أندونيسيا إلى أقصى الأمريكيتين. الكل يتحرك إن كان بصورة عفوية أو بترتيب من الأحزاب والنقابات في كل دولة. في نهاية المطاف نتحدث عن عشرات الآلاف من الجماهير العربية والإسلامية وكذلك أحرار العالم. يعني في بريطانيا اليوم أمس أكثر من 100,000، في لندن بالرغم من مسألة الحجر الصحي نتيجة فيروس كورونا. هذا كله وضعوه الناس خلف ظهورهم وتوجهوا للتعبير عن موقفهم الصادق مما يحدث من مجازر داخل قطاع غزة، مما يحدث من محاولات صهيونية باتت جادة وحقيقية لتهويد المسجد الأقصى والقدس المحتلة، بل وطرد السكان الأصليين من حي الشيخ جراح وإحلال مستوطنين متطرفين. حي الشيخ جراح يقع في شمال القدس، هم يريدون الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يستهدف بعد حي الشيخ جراح حي سلوان. حي سلوان ملاصق تماما للمسجد القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي إذا وصل العدو الصهيوني أو الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل حي سلوان فإن ذلك يعني تهويد كامل ومباشر للمسجد الأقصى المبارك. الحركة الإسلامية بالمناسبة في الأردن إذا أردنا أن نتحدث هي التي تقود الشارع، هي وكافة الأحزاب الوطنية وكذلك النقابات المهنية، لأنها تشعر أن الخطر الإسرائيلي على المسجد الأقصى أو الخطر الإسرائيلي من خلال ارتكاب مجازر ممنهجة داخل قطاع غزة وحتى الضفة الغربية بالمناسبة، فإنها قامت بالتحذير من ذلك وسوف تنظم مسيرة جماهيرية حاشدة هي الأكبر على الحدود الأردنية الفلسطينية. وبالمناسبة الأردنيون دائما ما يقولون من أن نهر الأردن هو نهر وصل وليس نهر فصل ما بين الأردن وكذلك ما بين فلسطين. نعم. حتى وزير الخارجية داخل الفلسطيني وتحديدا لتصريح المقاومة بأن سلاحها هو لحماية فلسطين ككل وليس غزة فقط. إلى أي مدى ساهمت المقاومة في تعزيز القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا بردها الأخير؟ الاحتلال الإسرائيلي على مدار 15 سنة من الحصار على قطاع غزة أراد أن تكون غزة حالة لواحد جزء من كل وحدة واحدة فقط بعيدا عن الكل الفلسطيني. ما حصل اليوم في هذه المعركة، ما حصل من مبادرة المقاومة من خلال قصف القدس وتحذير المستوطنين من دخول المسجد الأقصى المبارك في يوم 28 رمضان، يؤكد أن هذه المقاومة وتسليحها وتطوير سلاحها ليس فقط للدفاع عن غزة وإنما للدفاع عن الكل الفلسطيني. غزة مساحتها 1%، هذا 1% هو الذي يدافع عن كامل الأرض الفلسطينية. هذا الأمر انعكس على الخارج. الآن الكل ينادي بدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لأن هذه المقاومة الفلسطينية هي بصيص الأمل في ظل النفق المظلم التي تسير فيه الأمة العربية والإسلامية. يعني ما يحصل الآن في قطاع غزة مثلا من موقف محمد الضيف القائد في كتائب القسام أو القائد العام لكتائب القسام الذي يطلب من الإسرائيليين في تمام الساعة 10 أن يخرجوا من أنفاقهم وكذلك من أماكن لجوءهم ليعودوا بعد الساعة 12
إلى هذه الأماكن. هذا متى؟ هذا في 15-12 في ذكرى النكبة الفلسطينية وفي نهاية المطاف محمد الضيف لاجئ فلسطيني. هذا التحول بعد 73 عام أنه لاجئ فلسطيني هو الذي يتحكم في صنع القرار الإسرائيلي في عاصمة الاقتصادية للكيان الصهيوني وهي تل أبيب، هو الذي يسمح لهم بالخروج والدخول قيام قعود وأن يقفوا على قدم واحدة. بل نتنياهو استغل فترة الساعتين لكي يظهر في مؤتمر صحفي. كل ذلك له انعكاسات إيجابية على العالم العربي والإسلامي، وليس هذا فقط، حتى اللاجئين الفلسطينيين اليوم باتت مسألة عودتهم إلى أرض فلسطين قاب قوسين أو أدنى. هم كانوا يحلمون بالعودة، اليوم يرون العودة وكأنها حقيقة، أصبحت حقيقة من خلال وصولهم إلى داخل الحدود الفلسطينية. شكرا جزيلا لك صحفي المختص بشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.